مزاع نوتس وفي مزاع هومورك. مزاعه الهومورك متقسمه على حد على حسب الحصص اللي انا هشرحها. يعني انا لما مزاعه السبورت مثلا هشرحها في اربع حصص متقسمه بارت 1 2 3 4 اربع بارت. كل بارت هشرحه في الهومورك بتاعه بيحدد لك المعنى ان شاء الله. مع اول بارت هنمتحنه النهارده مثلا انت تروح البيت هتحل الهومورك هتيجي هتلاقي المود الانسر موجوده الاساس بيصححها وهتستلم معاه المود الانسر. دي حاجه. كل حصه هيكون فيها كويز انا ممكن اسامح معاك على اي حاجه اي حاجه ما تفهمش عليها 100 مره والله ما تفهم. انا كده كده الحمد لله لسه فيها الصح انا عارف اشرح مليون مره. بس اللي مش هتهاون فيها خالص ولا هتهاون في اي حاجه اللي هو الهوم بتاعك لو سمحت دي ليك انت والكويز بتاع الحصه وطبعا اكيد امتحان الشهر. هو ده اللي انا مطالب منك انك انت تعمل لي اللي عليك. اعمل اللي عليك وانا هعمل اللي عليا وافهمك كل حاجه. تمام؟ فلو سمحت الهوم بتاعك ايا كان انت هتفتح منزلتك هتلاقي هتفتكر كلامي وانا اقدر احفظك بيه كل حاجه هتفتكرها. انا ما بتاخرش في المنهج. وبعمل ريفيجن عادي فري مفيش اي مشكله. اي حد هيبقى محتاج اي حاجه انا موجود، رقمي موجود انا اللي بقول ما بخليش اي اساس تاني يروح. فانا موجود معاك. خلاص؟ ماشي. معلومه ليكم ممكن يكون حد عارفها او ممكن ما يكونش حد عارفها. لما صوتي عالي جدا هتتخبط في الاول. هتلاقيني بوطي وعالي اوطي وعالي فتلاقي نفسك بتتخبط معايا لحد ما تتعود عليك. خلاص؟ ان شاء الله نبدا مع بعض. ايه؟ شهر السبورت.